الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة اللي هو الداعم الرئيسي لهذه المسابقة. برحب بمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللي مشرفنا دايما في هذه المسابقة ومشارك دايما في السبع دورات السابقة. برحب بمعالي وزير شؤون المجالس النيابية دكتور علاء مساعد المستشار علاء فؤاد اللي مشرفنا النهاردة. برحب بالأخ الجليل العظيم الدكتور أسامة الأزهري مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. وترحيب الخاص الكبير للعلامة الكبير والمفكر الديني العظيم الدكتور أحمد عمر هاشم اللي دايما بيدخل على المسابقة بعلمه. واحنا النهاردة كلنا بنيجي عشان نجتمع ونسمع أعظم حق موجود في العالم القرآن الكريم والابتهال الديني، وهو ده اللي الدولة المصرية دايما بترعاه لشباب العالم كله. نحن نجتمع اللي موجود هنا على أرض مصر من بورسعيد البلد اللي مر بيها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. مر من بورسعيد مدينة الفرن، اتزوج من بورسعيد السيدة هاجر أم الأنبياء. البلد اللي مر بيها العقائد المقدسة السيدة مريم ومعها أفضل رسول التوحيد العظيم ده سيدنا عيسى. البلد اللي دعاها ودعالها سيدنا يوسف ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. البلد اللي تجلى فيها المولى عز وجل في طور سيناء مع سيدنا موسى. البلد اللي قاود اهل البيت. البلد العظيم مصر عمرنا دايما ما نخاف عليها. البلد اللي شعبها اصيل متدين بالفطره. عشان كده من بورسعيد احنا النهارده بنطلق النسخه السبعه لمسابقه الفائزون يتنافس فيها شباب العالم كله في الارض الطاهره المباركه. هنيئا بكم وبمصر ان احنا نبقى موجودين هنا عشان نتنافس في القرآن الكريم والابتهال الديني. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة نظمت هذا الحفل وان احنا دايما مستمعين على هذا النجاح دوت. شكر خالص وموصول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الاول لمصر. عشان كده عمرنا ما نخاف على بلدنا عشان المولى عز وجل هو درعيها وسترها. وان شاء الله زي ما دايما سيادة الرئيس بيقول مصر ام الدنيا وهتبقى ان شاء الله قد الدنيا. شكرا جزيلا.